سكاف عرضت فيديو تبرهن فيه أن الإشكالات قبل ويوم الانتخابات تكررت على مدار الساعة، نفية ما قاله المجلس الدستوري بأن الإشكالات توقفت يوم الانتخابات. نحن قدام مجلس دستوري ناقد نفسه بنفسه، كان عم بيقول البند ونقيده، عم بيأكد وجود المخالفة وعم بيستنتج عكسها. بيعترف إنه في تخطي للظهور الإعلامي، بس بيستنتج إنه ما بيأثر على النتائج. بيعترف إنه في مخالفات شابت العملية الانتخابية، لكنه بيطلب إثباتات دامغة. طب مين بده يثبت لك؟ أنا بدي ثبت لك أو أنت مفروض تثبت لي؟ بيعترف بالضرب بس مش قادر يأكد. طيب مين بده يأكد لنا؟ نحن لجأنا إلكن يا أصحاب السلطة الدستورية الرفيعة. بيحكي عن أقلام اقتراع موضع شك، وبيقرر إنه ليس هناك ما يستدعي إبطال نيابات. بيكشف عن فارق بالأصوات، لكنه بيقول إنها أصوات لا يعول عليها وفارق لا يعول عليه لإعلان الفوز.